أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العظيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس بسم الله الرحمن الرحيم.
عايزك تعيد وتزيد في الجواب ده. الله يفتح عليك. نرفع قدرك يا سيدي. الله يفتح عليك.
فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما Oh!
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
كرامة
فقيدنا بالقرآن. يا رحمن يا رحمن اجعل هذه الليلة من أسعد ليالي. صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. ايها المستمع الكريم والله لقد سبق القائل زهر نور لما تجلت آية الهدى وأجلت ظهور الصعب خلف نور الردى وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها وردد أنغاما ولحنا مخلدا وصار لسان الدر فيها ما نشأت وجبريل من فوق السماء مرددا تهنى على حسن التلاوة بالبل تعجب منه العندليب وتغربا. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد آيات طاهرة صدرت من قلب طاهر تلقتها قلوب طاهرة تلا علينا وعليكم ذلكم العالم الكرامي فضيلة القارئ الدكتور حامد منصور سفير القطعاني موجه القراءات وعلوم القران بالازهر الشريف هو القارئ المقيم بكل فتره محافظه الاسكندريه ولقد نقلناها لكم صوتا واداء الاغراض وعبر الالات السرادقات التي رتبت تحت اداره واشراف الحاج عبد المنعم العسكري المقيم بكفر السابي نيابه عن جميع عائلات الجمل يتقدمون بخالص الشكر لكل من تقدم بالمواساه والعزاء والبقاء لله.